وإلى قمة الاتحاد الأفريقي، حيث وصل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة 29 للاتحاد الأفريقي بحضور قادة ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية والدول صديقة والمراقبين الدوليين لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمة ذلك الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بالقارة ومحاربة الإرهاب والتطرف وقضايا أخرى. رشاد حسن طه. وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ترافقه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو إلى أديس أبابا العاصمة الإثيوبية، حيث مقر الاتحاد الأفريقي للمشاركة في قمة رؤساء الدول وحكومات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في دورتها 29 التي تناقش موضوع الاستثمار في الشباب وبصفة خاصة في النساء والبنات باعتباره أولوية تنموية لتأمين نمو شامل على مستوى القارة. وكان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لدى وصوله مطار أديس أبابا الدولي السفير التشادي بإثيوبيا ومرسلها الدائم بالاتحاد الأفريقي وعدد من موظفي السفارة التشادية. بعد ذلك توجه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للاستراحة بصالة الشرف وكبار الزوار مطار أديس أبابا الدولي، حيث تباحث مع ممثل البلاد بالاتحاد الأفريقي حول عدد من المواضيع التي تخص الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي والسبل الكفيلة لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي للعام 2063. عقب ذلك توجه فخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلى مقر إقامته بالسفارة التشادية بأديس أبابا تأهبا للمشاركة في قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي يسعى من خلالها القادة الأفارقة إلى رسم خارطة طريق للاستثمار المبذول في الشباب الذي يمثل أغلى ما في إفريقيا، والتي يساهم دون شك بصورة إيجابية في تحقيق نتائج تخدم أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يجري فخامة رئيس الجمهورية خلال تواجده عدد من اللقاءات على هامش القمة مع عدد من رؤساء الدول وممثلي الحكومات للتباحث حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية، خاصة التنمية والاقتصاد والأمن والاستقرار.